قوي ان احنا نصمم النظام الالكتروني لمتابعه الحالات خاص بالكورونا خاص بمستشفيات العزل، وبالفعل تم التصميم ده، والى الان احنا تم ادراك عدد اكثر من 15,000 مريض بيانات كلينيكال لمرضى مستشفيات العزل 28 مستشفى. تم ادخال البيانات دي بواسطه 58 متطوع لادخال البيانات، ولكن فعلا معظمهم متطوعين اعراض بالباترن بتاع الاعراض. يعني خليني اكد لحضراتكم، دي بيانات كان لغايه اغسطس كانوا ساعتها تقريبا 10,000 مريض محجوزين في مستشفى العزل. تم جمع الاعراض بتاعتهم وابتديناها ايكو سيستم، تقدر نقدر هنا يعني واضح جدا ان الى حد كبير في توازي في الخطوط، وده يبين لنا ان مفيش يعني عرض معين سبق قوي عرض على 18 دوله. بدانا نجمع بياناتهم والباترن بتاع السبريد او الحالات شكلها ايه مقابل البروفيل بتاع الدوله نفسها، حرارة، درجة حرارة، رطوبة، الريليشن نفسه، الكاركترستكس بتاعت الناس شكلها ايه، المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحركة حتى من جوجل مابس رصدنا التحركات بتاعت الناس في الأماكن دي. الكوفيد هيمشي لكن البحث العلمي لازم يكمل، والحاجات يمكن أهم وأهم عشان نقدر نفضل مستمرين في الأنشطة. يمكن ريفليكشن لده أو لتعزيزه كمان، قدرنا إن احنا نتواصل مباشرة مع المحافظات والمستشفيات، نعمل